بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل عام في مثل هذه المناسبات يرفع المرجفون عقيرتهم بالتشكيك في ولائنا لأهل البيت، والتشكيك في قضية زيارة الحسين والاهتمام بمصائب أهل البيت سلام الله عليهم. يقولون: إلى متى أنتم تهتمون بهذه القضية؟ تبكون على الحسين وقد قتل قبل 1372 عاما، أو يقولون إنكم تبالغون وتغلون في دينكم حينما نراكم تأتون زحفا على أقدامكم وربما على صدوركم لزيارة قبر الحسين، تقبلون ضريحة تقيمون له المقام، وهذا الشرك في نظرهم. أو أن أحدهم جديدا قال كلاما غريبا، قال: أنتم الذين تحتفون بذكرى شهادة الحسين بالنحيب والبكاء، لماذا لا تحتفلون بالفرح والسرور لصلح الإمام الحسن مع معاوية؟ هذا النوع من الكلام إخواني مو جديد، صحيح أنه يتكرر في كل عام لكنه ليس جديدا. جوابنا على هذا النوع من الأسئلة جديد، لكن كلامهم تكرار منذ أكثر من 100 عام. أولا، دعوني أقول لكم أمرا مهما، وهو: لو كان هذا الكلام فقط للنقاش، هل يجوز أن نقبل ضريح الحسين أو لا يجوز، هل يجوز أن نأتي لزيارة الحسين على الأقدام زحفا أو لا يجوز، هل يجوز أن نقبل أضرحة الأولياء والأنبياء أو لا يجوز، مجرد نقاش، إحنا أهل النقاش، إحنا أهل المنطق، نحن نطالب أن يجتمع كل علمائهم وكبار علمائهم مع بعض طلبة علوم ديننا حتى نناقش في هذه الأمور وأمثالها. لكن نبدأ من قضية الإيمان بالله، لأن المسألة الرئيسية هنا إذا فتحوا هذا الباب للنقاش نسألهم: أي رب تعبدون؟ الرب الذي عنده يدين عظيمتين كما يقولون، له رجل يوم القيامة يضعه يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله فيه رجله فتقول: قط قط. رب عنده أعضاء، رب عنده رجل، رب عنده يدين. يأتي رجل إلى الإمام الصادق، 3 أشخاص دخلوا على الإمام الصادق، الإمام الصادق سلام الله عليه سأل أحدهم قال: أي رب تعبد؟ قال: أعبد ربا لا صفات له. التفت إلى الثاني: أي رب تعبد؟ قال: أعبد ربا له صفات محسوسة، يعني عند إيد وعند رجل. وسأل الثالث وكان من محبيه وشيعته، قال: أي رب تعبد؟ قال: أعبد ربا لا يحس ولا يجس ولا يعرف بالحواس الخمس. فالتفت الإمام إلى الأول اللي قال: أعبد رب ما عنده صفات، قال: أنت تعبد العدم. والتفت إلى الثاني وقال: أنت تعبد الصنم. والتفت إلى الثالث وقال: أنت تعبد رب الحل والحرم. نقاشنا إذا نريد نروح وراء هالقضايا كنقاش فقهي، كنقاش ثقافي، كنقاش ديني، إحنا إلها فيما يرتبط بالله وبأنبيائه وبالأئمة. لكن المشكلة هذا النوع من الكلام يتحول إلى اتهام، ومن الاتهام يتحول إلى فتوى
بإراقة دماء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال الذين على شفافهم كلمة الله ورسول الله وأهل بيت رسول الله. هذا مكان الخطر في قضية هذا النوع من الكلام، وإلا إحنا أهل النقاش وأهل الكلام. لكن دعوني أقول لكم شيء، إبليس حلف أن يقعد للناس الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريدون يبعدوكم عن النبي وعن أهل بيته، ولا سبيل لدخول الجنة إلا عن طريق محمد وآل محمد. من لا يعرف الحسين لا يعرف الله، ومن لا يعرف الله لا يعرف الحسين. لن يفصل بيننا وبين الحسين لا في الدنيا ولا في الآخرة. احنا نعرف ان الحسين باب رحمة الله الواسعة، والذي لا يعرف هذا الباب لن يدخل الجنة. هذا بشكل عام بالنسبة لنا القضية محلولة، نعرف هذه وساوس إبليس على ألسنة شياطين الإنس مهما كانوا. انظر اضرب لك فرد مثال، طلع هذا واحد مفتي، ذكرت لكم قبل كم سنة، مفتي المملكة العربية السعودية، المفتي يعني أعلى واحد عندهم، أعلى واحد. شوف مدى فهم للحسين سلام الله عليه. يقول أن بيعة يزيد كانت شرعية والحسين غرر به. جديدا عنده كلام جديد، هذا الكلام اسمعوه، يقول: وإني أرجو من الله أن يعفو عن خطيئة الحسين وأن يغفر له زلته. يعني شنو؟ طبعا لو كان هذا في زمن يحيى بن زكريا أيضا كان يقول هذا الكلام عن يحيى الذي أهدي رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. لكن هذا الكلام في الحقيقة له فرد معنى أقول لكم إياه لطيف، كأن الله منذ أن قتل الحسين وإلى اليوم كان محتار في أمر الحسين، ما يدري شو يسوي بالحسين، حتى يجي فرد واحد أعمى البصر والبصيرة ويطلب من الله أن يغفر للحسين زلته. يا أيها الرجل، يا واسع الغباء، هذا كلام مفتيهم، كلام أعظم واحد عندهم. زين، هذه واحدة. اثنين، يقول لك تقبل مثلا ضريح الحسين هذا الشرك. ذاك اليوم طلع صورة موجودة في الإنترنت، الملك عبد الله عدفت شيء اسمه الرقصة، رقصة العرضة. احنا شوفوا هؤلاء الناس الملايين كلهم يذكرون الله، كلهم يذكرون النبي، كلهم يذكرون الصلاة، كلهم يذكرون الحسين وأهل البيت. ذول عندهم رقصة يرقص، يعني نبي، يعني إمامهم، هذا ولي أمرهم عند رقصة العرضة. قبل رقصة العرضة يعطون بيد السيف، يقبل غلاف السيف. يعني العبود هذا عبد الله عبود، إذا يقبل غلاف السيف هذا توحيد، لكن إذا احنا قبلنا ضريح الحسين هذا الشرك. شوف لي وين إبليس يريد يود الناس، وهذا عدهم ولي أمرهم. احنا عدنا أولياء أمرنا هم الأنبياء، هم الأوصياء، هم العارفون بالله عز وجل، مو أمثال هؤلاء الرقاصين. احنا هذول مو عدنا أولياء أمر، أولياء أمرنا الحسين سلام الله عليه. زين، عفوا لحظة بس زين، هذا عندك حلال وهذا عندك توحيد. الرجل عمره 90 سنة لا يحسن أن يقرأ آية من كتاب الله على الورق، على الورق مو قادر، قرأ آية 7 غلطات بيها على الورق. هذا عدنا مو ولي الأمر، احنا ولي أمرنا الحسين، ما نبطل من عنده لليوم. والله لو طال بنا الزمن 1,000,000,000 عام سنبقى نقول
لبيك سيدي يا حسين نأتيك زحفا. بالنبي وأهل بيت النبي، بناء القبور على أولياء الله من أئمة أهل البيت حرام وشرك. زين، قبر ابن تيمية موجود في دمشق مبني، هذا قبر موجود، أنتم اللي تتبعونه وتعتبرون شيخ الإسلام هذا الناصبي، أشو قبر موجود ما حكيتوا عليه؟ قبر أبي بكر وعمر في المسجد النبوي الشريف، القبر موجود وعنده ضريح وعنده صندوق، هذا مو شرك، لكن على بعد أمتار قبور أهل البيت سلام الله عليهم الإمام الحسن سبط النبي سيد شباب أهل الجنة والإمام زين العابدين والباقر والصادق، هذا القبر لازم يهدم. قبر شيخ زايد موجود ومبني عليه مسجد، هذا حليفكم، تفضلوا تكلموا، أنتوا اللي تقتلوننا باسم الشرك. أشو بلاد الشرك الذين يعبدون الأصنام حتى الآن سامعين انفجار عندهم، يعني في تايلاند يعبدون الأصنام جهرا، هل سمعتم بانفجار هناك؟ الانفجار فقط في أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. هذه مسألة مهمة لازم نعرفها، أن هؤلاء في الحقيقة يتبعون إبليس. خلاصة القضية، لأقعدن لهم صراطك المستقيم عن طريق آل سعود وعن طريق آل خليفة، يقف إبليس أمام المؤمنين حتى يبطلوا من النبي وأهل بيت النبي. لكن احنا نقول عميت عيونكم، كل يوم نسمع زيادة في زوار قبر الحسين، اليوم الإمام الحسين قوة عظمى لا تغيب عنها الشمس، في كل مكان في العالم ذاك اليوم طلعوا صورة واحد رايح على الجبال، على قمة إيفرست جبال هملايا، هناك رافعين فرش شعار كاتبين علي يا حسين، هذا لبيك يا حسين في دمنا. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. نحن نؤمن بالدين، أما أنتم فتؤمنون بالطين. شايف طين الصناعي؟ يوم من الأيام يفر بشكل، يوم من الأيام شكل ثاني. 100 سنة قالوا الاختلاط في الجامعات حرام، الشرع ما يقبل بي. طلع الملك قال عندي جامعة مسوي فيها اختلاط، قالوا صار حلال. بمجرد ما قال نزل عليه وحي وصار حلال عندهم. احنا نؤمن بدين، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. نحن نؤمن بالغيب ونؤمن بما قاله الحسين حينما سأله أحدهم. شوف هذول مستوى فكرهم، سمعت يقارنون بين الحسين ويزيد وعدهم يزيد مقدم على الحسين، لكن احنا شنو نؤمن؟ سئل الإمام الحسين أين كنتم قبل خلق آدم؟ قال كنا أرواحا بعرشه، بعرش الله محدقين، نعلم الملائكة التهليل والتحميد والتسبيح، كبرنا فكبرت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، سبحنا فسبحت الملائكة. هذا الحسين عندنا، هذا سفينة النجاة، هذا الذي بكاه النبي. وهنا هم أجيب شوية وما أطول عليكم إن شاء الله. أنا حقيقة أستاذنا معلمنا آية الله السيد مرتضى القزويني، هذا الرجل الصالح، هذا العالم العامل في الواقع، تفضل علي وسمح لي بأن أدخل وأن أتكلم في حضوره. هذا الذي علمنا نظريا ويعلمنا عمليا بمشاريعه بأعماله بتفرغه لهذا الدين ولهذا المذهب. الله إن شاء الله يحفظه ويطول في عمره إن شاء الله. نحن فيما يرتبط بالإمام الحسين نجده باب جنتنا. يعني واحد سألني مرة أنه شنو تؤمن بالإمام الحسين؟ قلت له كل شيء. قال يعني شنو كل شيء؟ قلت له دنياي وآخرتي وجنتي ونفسي وأهلي
ووجودي هذا هو الحسين سلام الله عليه. أما أنتم أمثالكم اللي ما تعرفون الحسين تفضلوا روحوا وين ما تروحون، روحوا على يزيد وأمثال يزيد. أنتم الحسين ولي من أولياء الله العظام، ولكن هؤلاء أولياء الله لازم يتحملون، أتباعهم لازم يتحملون وتحملوا. ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، وما أوذي وصي بمثل ما أوذي الحسين عليه السلام. لكن خلي أقول لك ليش احنا نهتم بقضية الحسين دون غيره. ترى الحسين تحمل ما لم يتحمله أحد من الأوصياء. من يوم اللي يجل الدنيا أخذه النبي في حضنه، نزل عليه جبرائيل إن ولدك هذا مخذول مقتول، فرفع النبي الحسين على يديه وقال اللهم بارك في مقتله، اجعل مقتله مبارك. بعدين كل ما كان يشوف الحسين كان يقبله. انت يوم اللي تقبل طفل تقبله في خدوده وتقبله في جبهته وتقبله في كتفه. النبي احيانا كان ينزع ثوب الامام الحسين، احيانا يقبل نحره، احيانا يقبل صدره، احيانا يقبل ظهره. قالوا يا رسول الله هذا التقبيل ليش؟ قال أقبل مواضع السيوف. أنا أدري شي يصير بالحسين. لو أنت بشر وسمعت واحد مثل الإمام الحسين، مو ولي من أولياء الله كالحسين، مو وصي رسول الله، مو أمين الله في أرضه وحجته على عباده، لا إنسان عادي ذبحوه بهالطريقة، ما تبكي عليه، قلبك ما ينكسر عليه. شوف أنا ما أريد أقرأ قراية، لكن يوم اللي ضربوا الحسين أكثر من 300 جراحة تحملها الحسين. الآن المسيحيين في العالم باسم السيد المسيح وآلام المسيح يتكلمون، رفعوا أصواتهم في الدنيا، بنوا المؤسسات باسم آلام المسيح. لكن المسيح ما قتل وما قتلوه يقينا، لكن على افتراض أنه قتلوا، هم قتلوا قدامه كل إخوانه، هم قتلوا قدامه كل أولاده، هم قتلوا قدامه كل أصحابه، هم شهد الحسين شهد مقتل كل عضو عضو من جسده، قتلوه صبرا. تدري يعني شنو؟ أنت القرآن يسلم على بعض الأنبياء، سلام على إبراهيم، سلام على نوح، لكن ما يسلم على آل أي نبي من الأنبياء إلا رسول الله. سلام على آل ياسين، لأن إبراهيم يوم اللي الله امتحنه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وابن نوح ليس من أهلك. لكن بالنسبة لأهل بيت النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. زين، هذا بالنسبة للإمام الحسين. تدري في الزيارة تسلم على كل عضو من أعضائه، السلام على الشيب الخضي، السلام على الوجه الثري، لأنه قتل الحسين صبرا، يعني قطعوا أعضاءه قبل ما يقتلوه. الإنسان مستحب، هذه من المستحبات بالفقه، يبينون أن الشخص اللي في حالة الاحتضار دا يموت ترى صدره يصير ثقيل، يقولون حتى الثوب شقوا عليه. الإمام الحسين كان مطروحا على الأرض وبه الجراحات ينزف، مرة واحدة شعر بثقل على صدره وإذا به والشمر جالس على صدره. بعدين تعرفون شلون قتلوا هذا المظلوم؟ قتلوا الإمام الحسين يوم اللي جلس على صدره، ما ذبحه من رقبته، لأنه الإنسان إذا يذبح أي حيوان من رقبته بمجرد ما ينقطع الدم بعد ما يشعر، وإنما ذبحه من القفاء. لا والله هذا الحسين ما نبطل من عنده. زين، هذا الكلام التشكيك ليش مستمرين في اهتمامكم بقضية الحسين؟ لأنه باب جنة رب العالمين، لأننا لا نعرف بابا آخر ولا سيدا
لشباب أهل الجنة إلا الحسن والحسين، وإن شاء الله رب العالمين يحشرنا معه ويحشركم مع من تحبون. بس الكلام أن هذا يتحول إلى فتوى ثم يتحول إلى جيش، يعني هالأسلحة اللي يشتروها يومياً سامعين السعودية مشترية ب$30 مليار أسلحة، بعد كم يوم 30 أخرى، بعد كم يوم 60 أخرى، هذه وين يردون يستعملوها؟ إما ضد أتباع أهل البيت من الحوثيين في اليمن أو ضد شيعة البحرين. ويوم اللي تقول لك يا أبا ليش تذبحون الناس في البحرين، يقول لك ذولا طائفيين، ذولا طائفيين. يعني شنو طائفيين؟ زين فرعون كان يستضعف طائفة منهم، الله أرسل نبي عظيم من أولياء الله العظام وهو موسى لخلاص هؤلاء وهم مجرد طائفة. يعني إذا الظلم صار على طائفة هذا يصير حلال؟ قابيل كم واحد ذبح؟ ذبح واحد، واحد ذبح وهو هابيل، وهو ابن نبي كان، قابيل كان ابن نبي، لكن حمد حتى الآن قاتل 44 واحد. وفي البحرين العلماء المسجونين في البحرين المعذبين هؤلاء، بالعالم كل ما عندنا دولة فيها أكثر من 40 عالم رجل دين، فيهم علماء، فيهم مجتهدين، فيهم خطباء، مسجونين وتحت التعذيب. يعني أعادوا هؤلاء آل خليفة، أعادوا ما فعله آل أمية بأهل البيت في كربلاء، أعادوها في البحرين، والجيش السعودي جاي يسندهم. هذا الجيش اللي ما عنده أسد علي وفي الحروب نعامة، تشوف هنا صار أسد، هنا جاب له جيش، جيش احتلال لقتل الأبرياء وقتل الصالحين. حتى الطفل الرضيع قتل في البحرين، نساء قتلنا في البحرين، شباب قتلوا في البحرين. لكن أبشر شعب البحرين، هذا شعب منتصر قطعا، لأن سفينة أهل البحرين ارتبط بسفينة الإمام الحسين سلام الله عليه، وسفينة الحسين أوسع وسفينة الحسين أسرع. أكتفي بهذا المقدار، لكن أقول مرة أخرى، نكرر هذه الكلمة الربانية، أنا ما أدري من اللي بدأ يقول لبيك يا حسين، لكن اللي قالها كان يستجيب للإمام الحسين 7 مرات. وقف الإمام الحسين في كربلاء يقول هل من ناصر ينصرني، وأنتم تقولون اليوم لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.